الناس تروح لما تجيبوها يعني تعرف بدون ما ياخذوا الديو جيبها وتعمل هكا تاخذ بها لانها تاكل واحنا عندنا مزيش يعني تعرف زي الحد بيكون فاكر بسم الله عليك اما جدتي ما تشبعش الا بيك احنا كل ما كانت بيك والله انا كمني انا معاك ما تاكل بيك معاكم السلام عليكم اخواتي كديري لاباس عليكم بخير نتمنى الله ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير كما دائما ان شاء الله اليوم ان شاء الله غنشارك معكم بريوش سائل غيكون سائل يعني ما يكونش بحال شكل الكيك عندي هنا المقادير عندي جوج كيسان تاع السكر وجوج كيسان تاع الزيت وجوج كيسان تاع الحليب وربعة البيضات ومكعب عدي ديال الخميره المعجونه والخميره ديال الحلوه وعندي هنا زليفه ديال خيزو ولا الجزر انا حكيته دابا غادي نمشي نطحنه هو الاول في هذا الحليب دابا ان شاء الله غادي نبداو ولكن هذه غادي نحيدها مع جاتني شويه صغيره ما غاديش تقدني غادي ندير هذه اللي كبيره بسم الله هذاك الجزر ولا خيزو انا طحنته في الحليب بسم الله ونزيدو الزيت السكر انا درت جوج من الحاجه ولكن نتوما ممكن نحطو بالت المقادير باش يجيوني كثار نتوما ممكن ديروا كاس من الحاجه ما ديروش جوج الا ما غتجيكم كثيره مع هاد الكيكة هاد البريوش ان شاء الله اللي كنوجدو باش نشارك معكم كلشي بغا يدير بغينا نديرو ان شاء الله شي حفله للدراري صغيره هكا حفله صغيره للدراري على حساب انتهى المدرسه ومساكن كانوا في حجر الصحي وهذا ونخرجوهم شويه للجرده ونديرو حفله صغيره هكا كل جيران ديالنا جيران يعني عرب كلهم كل واحد من كنا عرب يعني وبغينا نجمعوا ان شاء الله ونديروا لهم ان شاء الله العشاء وكسكروت وعشاء مخلط وكل واحد شنو غادي يجيب وان شاء الله غنشارك معكم كل شيء من الاول حتى الاخر ان شاء الله دابا غادي ندير الخميره باش تخمر لينا وداك الحليب خاصو يكون دافي باش تخمر لينا اولا الا ما دفيناهش نديروا اسميتو نشعلوا شويه الفران ملي نحطها في الطاوه نشعلو واحد شويه الفران حتى يدفى ونطفيوه ونديروها نحطو ديك الطاوه فيه باش تخمر لينا حنا حيت خصها تخمر دابا غادي ندوز ان شاء الله ندير الدقيق كيبقى على حسب الخليط حيت انا بغيتها تكون شويه متلوقه غادي ندير الجهد ونحبس بسم الله ندير واحد القريصه تاع الملحه حتى هي تخلط لنا ديك الخميره اللي حطينا وديك الخليط كله خصنا نضربوه مزيان ممكن تخلطوا كل شيء طحناه في العجانه اللي عندكم ولا المهم اللي موجود عندنا نديروه ندوز ندير الخميره ديال الحلوى انا هذه عندي كبيره نتوما ممكن ديروا جوجات بالنسبه ل في المغرب عندهم هذيك صغيره هذه فيها 16 غرام هذه اللي عندنا ممكن اللي عندهم صغيره يديروا جوجات شويه تاع الملحه وغادي نزيد شويه تاع الدقيق حيت باقا شويه سائله غنزيد شي شويه دابا ما كتشوف بعدا صايبت الخليط كله دابا غنكبوا في بسم الله نكبوا في هاد غادي نحاول نكب غير قل من النص وندير هذا اللي فيه الشكلاط من في الوسط هذا راه العجينه
داك هزيت من العجينه نيت وخلطت فيها الشوكولاته وحطيته، ماشي زعما شي عجينه مختلفه ولا غير منها نيت. غنخلي طيب ديال القشر غادي نحسرو ونعاود نديرو الخليط عاوتاني من الفوق. صافي ونخلي حيت غادي تطلع ما خصنيش نكثر فيها بزاف. صافي غنحيد هذه، داكشي اللي بقى ليا غادي نديرو في هذه الطاوله الاخرى. هادشي اللي ضربت انا المقادير باش يجيوني جوج. صافي وغادي دابا ندخلهم نسخن عليهم شويه الفران، غندفيه ونحطهم يخمروا ونتلاقاو ان شاء الله بعد ما يوجدوا لينا. كما كتشوفوا البريوج ديالي ها هو داك خمر بزاف، خليته خمار، هو خصو يخمر مزيان، غير هو راه هادي جات خمرات بزاف، مازال غيطلع اكثر ملي يكون يطيب غيطلع اكثر. والمهم غادي نتساقوا ان شاء الله الا ما يطيب لينا. هذا هو البريوش اللي كما شفتوا تابعتوا معايا، هو هذا جا على هذا الشكل هكا، والاخر الدائر هو هذا، كيجيو زوينين عاوق شويه كيشد في الفران، كيشد تقصوا عليه وتخليوه يطيب شويه حيت كيشد شويه الطياب. ودابا غادي ندوز ندير ليه شويه تاع سكر كلاصي من فوق. صافي ودابا داك حنا صلينا هاد سميتو، ودرت انا واحد سميتها درتها مع هادي المحنشه حتى هي غادي تشوفوها ان شاء الله، وغنديكم معايا تشوفوا حتى هما اشنو جابوا داك العيالات اللي حنايا مجموعين، نشوفوا حتى هما شنو جابوا وتابعوني ان شاء الله حتى الاخر. هادي هي المحنشه ديالي اللي قلت لكم انا درتها، هي هادي درت جوجات وحده بقات في الدار، وهذا ان شاء الله غادي نديها. ولا بغيتو تشوفوا كيفاش كتصايب، راه عندي ديجا حاطه واحد الفيديو شحال هادي، ترجعوا لي غادي تلقاوه ان شاء الله. ماشي مشكل خديجه يلا سيري بغيتو شنو صار انت وياه؟ واحد الطبسيل معمر ما طاش فيه، هذا القمح سلطه تاع القمح. يي سكاتشاكا هذه المسقعه المصريه بدنجان وفلفل، ياك بدنجان وفلفل بدنجان وفلفل والصلصه بالصلصه والصلصه بالثوم وهاد اللحمه من لحمه بالبصل لحمه بالبصل. صافي هذا كسكسو مغربي باين، هذا حاجه عاديه تا هو الطبق ديالنا. هادي شكون داير هذا؟ هذا دايره المصريه تا هو ياك دايره المصريه. اش كتقولوا لي هذا؟ داير رز بالبسله واللحمه المفرومه. كتقولوا لي الرز بال رز بالبسله واللحمه المفرومه بالكفته والجلبانه. كفته وجلبانه ها هو ها خايفه لا تباني ما غاديش تبان سبانتو سكابانو توتي بوي. هنايا على البيتزا نيت، وهنايا الخبز معمر ودا ديال البنات. صافي هادي طابله ديال البنات، ما غاتشوفوكم غنوريكم شحال كنوا هاني. راه هنا كاين مغرب عربي تونسيه جزائريه المغربيه مصر، ولكن مصر ماشي المغرب العربي، في افريقيا. هذه الحيده من هنا شمال افريقيا مصريين. هذه ديال التونسيه اشنو هي؟ طاجين جبن. شكون هي؟ طاجين جبن. طاجين جبن ها كنقولوا حنا سميتها كنقولوا حنايا غراتان سلطه مشويه وسلطه بحال اللي كنقولوا حنا الزعلوك، ولكن هما دايره مطحون مزيان. وصافي هذا هو الحفل ديال وليداتنا تاع المدرسه، العيالات اللي ما عمرهم ما خرجوا جمعوا اليوم. نتمنى الله ان شاء الله يعجبكم هذا سميتو، راه جيران كلهم مجموعين هنا، مغاربه توانسه جزائريين المصريين ما شاء الله.
ما شاء الله علينا جيران وما شاء الله. والسلام عليكم.